شنو نقول لك، الحاله ديالها كانت بدات نهار الخميس، جاتها واحد لاكريز في الجهه ديال القلب ديالها. المهم زيتها للمستعجلات ديال البوافي، حاولوا ان عطاوها دي كالمو هذا، ولكن في الجمعه الصباح تزاد عليها الحال اكثر. حاولنا ديتها لابن رشد انها باش يعني نشوفوا شنو الحاله كيفاش. درنا تحاليل هذا، لقينا ان عندها واحد العرق، عندها العرق الرئيسي ديال القلب انبوشي. اضطرينا ان خصنا تكون في مستعجلة، ان الحاله اصبحت لوكا شويه صعيبه، كنا مضطرين ان ندخلوها ان خصها تنعس، فاضطرينا ان نجيبوها للمستشفى العسكري هنا في الرباط. وكما قلت انا كنشكر الناس ديال المستشفى العسكري اللي زعما صراحه ما مقصرينش من جهدهم، لا من دكاتره لا من جميع الاطر ديال المستشفى العسكري. كنشكر الناس اللي وقفوا، من فنانين، من يعني من جميع يعني، ما غاديش يعني العدد الكبير ديال الاتصالات والعدد الكبير ديال الناس اللي كيساعدوا. الحاله الصحيه الحمد لله اليوم 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 الحاله مستقره، ديري لها ديزاباراي باش، لان عندها تسكر، ديري لها ديزاباراي باش يحاولوا انه كل المسائل تبقى مضبوطه حتى الغدا، لان غدا عندها العمليه ان شاء الله في الصباح. عندها العمليه ديال انه خصو يحلوا اول حاجه هذاك الشرايين اللي هو اللي مبوشي، خصو يتحل، ومن بعد عادي يشوفوا شنو غادي تعطي من بعد العمليه، شنو غادي يكون، واش يقدروا يزيدوا شي عمليه اخرى او يخليوها. دابا حنا ما عندناش شي حاجه اللي هي اكزاكت من عند الطبيب. كتشكر جميع المغاربه بدون استثناء، يعني اللي عيط، اللي ما عيطش، اللي دعا معاها، يعني اكثر ما هو كاين شويه ديال الالم، كاين اكثر شويه ديال الفرح، انك تحس ان الحمد لله المغاربه كاملين راه كاينين معاها، وكاين يعني اش نقول لك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.